مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم الى حصه جديده من زوم على القانون والتي سنناقش فيها اشكاليات العقود والملكيه العقاريه اسعد باستضافه الاستاذ نجيب بطام استاذ القانون اهلا بك استاذ اهلا وسهلا مرحبا بك اليوم على غير العاده لن نروي لكم قصه ولكن سنواصل في حلقه او في حلقه ثانيه ما تطرقنا له في الحلقه السابقه حول العقد العرفي وتبعاته خاصه في التعاملات العقارية. بعدما ناقشنا الموضوع مع استاذ القانون نجيب بطاب من زاوية القضايا المطروحة على, المح... على المحامين في العدالة الجزائرية، اليوم نتشرف ايضا باستضافة... باستضافة الاستاذ الموثق والباحث في القانون الخاص بوتغرار علاوة من اجل تقريب المفاهيم وتوعية المواطنين اكثر بمسائل البيع والعقار من جهة وجهة اخرى نظر الممارسين في مجال ابرام العقود لذلك ساترك المجال للأستاذ نجيب بطام لتوضيح بعض المسائل العالقة في ذهن المواطن بخصوص مسائل إبرام العقود مع الأستاذ الموثق بعد هذا الفاصل مرة أخرى أرحب بزميلي الأستاذ علاوة أبو طغرار الموثق والباحث في مجال القانون الخاص والذي أسعد كثيرا باستضافته في هذا البرنامج القانوني لمرافقتي في إعطاء توضيحات واستشارات قانونية تهم المواطن أستاذ علاوة حتى يعني نربح الوقت شوية معك حبينا اليوم نتكلم على العقد العرفي ما هو العقد العرفي وما قيمته القانونية في التصرفات اليوم راح نركز فقط على التصرفات التي ترد على العقار العقار نعم شكرا في الحقيقة أن العقد العرفي تناول القانون المدني في كوسيلة من وسائل الإثبات لكن التعريف نتاعو يمكن أن نقول هو وثيقة لا يحررها ضابط عام مختص أو موظف عمومي مختص إنما يحررها الأطراف مباشرة أو يحررها مجرد كاتب عمومي فهي فهو خلاف العقد الرسمي الذي يحرره موثق او ضابط عمومي مختص او موظف عام مختص. و حجيه العقد العرفي في الاثبات في مجال العقارات يمكن نفرق بين ثلاث مراحل قبل 1970 العقود الثابت تاريخ قبل 1 جون في 1971 هنا تعتبر سندات صحيحه. من من 70 يعني تاريخ صدور قانون التوثيق 70 91 الى غايه 1997 نفرقوا بين المرحله قبل 83 حيث كانت الجهات القضائيه احيانا تحكم بالزام البائع مثلا في العقد العرفي باتمام الاجراءات او حلول العقد الحكم مقام العقد ثم من سنه 83 الى 1992 سمحت قوانين الماليه بتسجيل العقود العرفيه بحيث كانت تسجل انذاك بوضع ختم من طرف الاداره الجبائيه تاخذ الرسوم وتدون عليه عباره من اجل اثبات التاريخ الرسمي، لكن هذا في هذه العقود المسجله خلال هذه الفتره لم تعترف بها نصوص الخاصه بالشهر العقاري. الى غايه سنه 1997 صدر القرار المعروف عن الغرف المجتمعه على مستوى المحكمه العليا واكدت بطلان العقد العرفي الذي يكون موضوعه عقار او محلات تجاريه بطلان مطلق وهو ما, ما هو مستقر عليه اليوم في العمل القضائي يعني نعم. من, من تاريخ 1997 نعم. نعم. يعني من نهار ما اجتمعت الغرف المجتمعه في المحكمه العليا وصدرت قرار لاقرت فيه ان التصرفات اللي تكون بموجب عقود عرفيه وترد على عقارات فهي باطله بطلان مطلق نعم. هذا شيء مؤكد باجتهاد المحكمه العليا استاذ علواء القيمه القانونيه اليوم كثير من المواطنين يعني يقوموا بالتصرفات على قار بيع ولا هبة ولا كذا ويبرمون عقود عرفية عند كاتب عمومي هو يعتقدون أن تلك العقود تحميهم خاصة لما يشوف الختم تاع الكاتب عمومي ولا لما يشوف طابع ما يعرف عندنا يعني في العامية البري يقولك بابي تامبري نعم, نعم. وش قيمة هذه الوثائق في التعامل نعم القيمة القانونية سواء المادة 324 مكرر واحد من القانون المدني أو القرار تاع الغرف مجتمع على مستوى المحكمة العليا قالت بأنه منعدمة يعني عدم والعدم ما يرتب حتى حتى شيء يمكن التزام شخصي باش البائع مثلا في العقد العرفي يلزم باش يرجع المبلغ للمشتري العقد العرفي أقصى ما يمكن اعتباره اعتبرته بعض قرارات المحكمة العليا أنه قرينة على الحيازة فقط أما هو كعقد فهو باطل بطلان مطلق يعني يساوي صفر يعني يساوي لا فقط مصطلح بابي تامبري يعني ورقه عليها تامبر يعتقد كثير من المواطنين انه بابي تامبري هذا فيها الطابع فيه الرسميه حتى ولو سواء كان هذا الطابع يعني في في الاوراق اللي كانت تتباع على مستوى الاداره الجبائيه وعليها هذاك الشعار تاع الختم الرسمي يعني كاتبين 20 دينار ولا 30 دينار هذا كيما شري تيمبر تاع 2000 فرنك وتلصقوا في ورقه بيضه يعني لا لا يزيد ولا ينقص من قيمة العرفية التي هي بطلان وطبعا دائما احنا رغم اننا ننصح المواطنين اللي يستشاروا وشافوا نتائج النزاعات اللي انتم سيادتكم ادرى ما يطرح على الجهات القضائيه الا ان الظاهره ما زالت للاسف الشديد الى يومنا والان حتى بعض الاحكام القضائيه اللي تصدر الان لما انسان يشتري مثلا عقار بعقد عرفي ثم يقع مثلا في طائله انه وقع نزاع على الارض هذيك ويحب يسترد الاموال تاعو القضاء ما يردلوش الاموال يروح يحتج يرفع دعوه بالعقد العرفي هذاك ويطالب السيد البائع اللي باع له الارض قال انت بعت لي ارض فيها نزاع كذا راني بطلت الاخر نطالب بابطال العقد العرفي ورد لي دراهمي اللي عطيتهم لك الآن القضاء مستقر يقضي برفض الدعوة لعدم تأسيس ولا ينظر حتى في المبالغ في الطلب تاع المدعي تاع رد الأموال أه ما كانش هذيك رد الحالة على ما كانت عليه قبل العقد لأنه القضاء لا يعترف بهاته العقود العرفية كاين ناحية أخرى أستاذ علاوة كثير من المواطنين وهذا مش كل مطروح بكثرة عندنا في الجزائر يقوموا بتصرفات تاع شراء تابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري أو بي جي أو تابعين لوكالة عدل بموجب عقود عرفية ويعتقد باللي العرف العقد العرفي هذا كيحصنوا ما تعليقك؟ يمكن أن نقول بأن هذا التصرف باطل من جهتين من جهة أن العقد العرفي كما قلنا أنه باطل بطلان مطلق من جهة أخرى أنه الشخص يبيع ما لا يملك يعني على سبيل المثال انا كريت لك مسكن انت تروح تبيعه وبالتالي ربما من ناحية تاريخية هناك تساهل دواوين الترقيه وتسير العقاري منذ الثمانينيات إلى, الى 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 غايه 2013 2019 كانوا يستعملوا ما يسمى بديزيستومون يعطيهم استماره قال روح للبلديه تنازل يروح ليغاليزي في البلديه ويدي يدفع الملف يعاودوا يخرجوا له لاريتي وعقد الايجار باسمه لهنا كاين نشيروا للمرسوم تاع 2013 واللي انتهى المفعول نتاعو بعد تمديده سنه 2016 انتهى في 31 ديسمبر 2019 تم التسويت مثل هذه المعاملات اللي تمت عرفيا حوالي حسب معلومات ان لم اكن مخطئا اكثر من 250 الف حاله فاصبح كتقليد يعني المواطن المفروض هنا مستاجر لسكن انتهت المده انت يحب مثلا يوسع على روحه المفروض يرد المفتاح للبواب يرد المفتاح لو بي جي ويطلب سكن اوسع كما هو معمول به في الدول الاخرى تكلمت على تسويه وضعيه ما يقارب 250 250 الف حاله تاع سكنات كانت تابعه دواوين الترقيه والتسيير العقاري والوكالات الاخرى كعاد كذا نعم لمواطنين شروها بعقود عرفيه نعم ومن بعد الدواوين هذه كاين قوانين سمحت بتسويه الوضعيه نعم زالت ساريه هذا القانون مازال ساريه حتى المواطن معلوماتي انتهى في ب 31 ديسمبر 2019 يعني قبل وما زال المواطنين قال لك راهم بالكش راح يجي نص جديد يزيدوا يسوي وما زالت المعاملات العرفيه مستمره مستمره نعم يعتقدوا يقول لك نشتري دروكا ربما الدوله تعاود تدير في قانون ماليه ولا كذا نصوص قانونيه جديده اللي تسمح بتسويه الوضع نذكر باللي قبل نعم. 2019 كان بالامكان شخص لما يشتري ساكن من عند دواوين الترقيه والسرقه وكاله عدل ويكون شاغل شاغل يعني ساكن فعلا في هذيك الدار كان يمشي ديوان الترقيه والتسيير العقاري يسوي الوضعيه نتاعو ربما يقيموا له نعم. هذاك العقار يسلكوا يشريه ويكتبوا له العقار باسمه نعم. هذا الوضعيه نذكر انها اليوم اصبحت غير موجوده توقفت في سنه 2019 اذا باش نبه المواطن ما يقدمش على هذه التصرفات هذه نعم هذا بالنسبه لسكنات دواوين الترقيه والتسيير العقاري بالنسبه لسكنات عدل واللي المستفيدين عندهم عقود البيع بالايجار فهذا الامر ممنوع من يعني لا يمكن مؤسسه عدل انها تبدل العقد باسم واحد اخر باستثناء حاله استثنائيه واحده هي حاله الوفاه نتاع المستفيد في اطار اجراءات تنظيميه معينه بالنسبه لاحد الورثه البارح سيده اتصلت بيا وطرحت عليا مشكل مشكل وهذا يوقع عند الجزائريين بكثره تكون الحياه الزوجيه على عسل اه من بعد ويديروا ملف تاع السكن يشاركوا في زوج لو كوبل يعني الزوج والزوجه في تسديد الثمن تاعو لما الزوج يحصل على العقد تتبدل العقليه نعم امبارح سيده طرحت لي اشكال في هذا الموضوع انه زوجها دار ملف تاع سكن وحط بالعقد الزواج وقالت لي رجعت نخدم كانت متوقفه على عمل قالت لي رجعت نخدم باش نعاونو نسدو ثمن هذا العقار نهار تحصل على الوثائق تاع السكن قالها ما يعني حان الوقت لطلاقك وش تعليقك في هذه الحاله بالنسبه لهذا الزوجه اللي سلكت وعاونت زوجها ولكن العقد ما يخرج بسمع نعم ولا الاستفاده تع... ما يخرج بسمع نعم هما عاده التنظيم المعمول به يشترطوا ان ما يكونش الزوج او الزوجه ما عندهمش مسكن والملف في الواقع يعد باسم احد الزوجين الا انه لاجل حمايه الزوج ولا الزوجه اللي ماهوش مذكور في العقد نلح على تفعيل الماده 37 من قانون الاسره يديروا اتفاقيه رسميه انه راهم يساهموا في زوج امام الموثق امام الموثق, أمام الموثق أمام بلي راهم يساهموا في تسديد ثمن هذا المسكن مناصفه ولا 80% 20%, 20 ولا 60% كذا وهذا الاتفاقيه راهي ملزمه نص عليها ماده في قانون الاسره وبالتالي يجب تفعيل تطبيق هذا يعني المادة. في حاله ما اذا كان الزوج هذا تمرد على الزوجه نتاعو ها ويحب زعما يطلقها باش يحرمها من هذا السكن بامكانها هي ان تفعل ذلك العقد نعم اه ولازم تدير أه يعني تبرم أه هذا العقد قبل ما تقدم على تسليم نعم. أه يعني للاسف احنا نقولوا الكلام هذا يعني ماناش أه متاسفين كثير لانه أه كثير من الاسر وكثير من الازواج يوصلوا في النهايه للطلاق على مثل هذه المشاكل هذه وينفرد الزوج اذا كان ساكن باسمه او تنفرد الزوجه اذا كان باسمها بالسكن وحدها رغم انه الزوج الاخر ولا الزوجه الاخرى شاركت في نعم. هذا السكن uh, اذا نتمنى ان شاء الله الازواج لما يقدموا على مثل هذه التصرفات وفي حاله ما اذا مانيش نقول يعني كتعميم على كل ولكن في حاله ما اذا كان الزوجه خايفه باش تقدم على خطوه كما هذه انه تمشي للموثق ودير معها اتفاقيه موثقه بعقد امام الموثق تحدد فيها القيمه الماليه اللي ساهمت بها هكذا نهار اخر اذا كان الزوج تمرد عليها ولا العكس اذا الزوجه تمرت على الزوج يكون حقه باش يطالب بنصيبه اللي في هذا السكن هذا استاذ علاوه شكرا كثيرا على هذا الافادات القانونيه اللي نتمنوا انها يعني رفعت لبس على بعض من الجوانب المتعلقه عم. باشكالات العقد العرفي وبذلك مشاهدنا الافاضل نمر الى الركن التالي في هذه الحصه وهو ركن مستشاري مع الاستاذ مروان السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم مرة اخرى الى زوم على القانون وفي الفقرة الثانية مستشاري ارحب من جديد بالاستاذ بوتغرار علاوه الموثق والباحث في القانون الخاص اهلا بك سيدي اهلا وسهلا مرحبا بك سيدي عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لقناة الشروق الاخبارية تاتينا الاسئلة وفي خصوص هذا الموضوع اول سؤال محمد يقول شخص قام بابرام عقد هبة عقار لفائدة ابنه وتوفي قبل شهر من العقار قبل شهر العقار هل يبقى عقد الهبة صحيحا أو يمكن إبطاله؟ شكرا بالنسبة لإبرام عقد الهبة في شكل صحيح في شكل رسمي طبقا للمادة 324 مكرر واحد من القانون المدني وطبقا لإحكام قانون الأسرة إذا كان الواهب سليم العقلي وتوفي قبل أن يشهر العقد في العقد ويبقى صحيحا في هذا المجال نسجل موقفين هناك قرار غير منشور المحكمة العليا قالوا دام قبل الإشهار فهو باطل ولكن تم استدراك ذلك بقرارات أخرى بأن العقد يبقى صحيحا وأن الإشهار يمكن استكماله في كل, في كل وقت فقط نشير إلى ما يسمى بالهيبة في مرض الموت ومرض الموت هذه مسألة تثبت بتقارير الاطباء وبحاله الشخص عند ابرام عقد الهبه اذا ثبت أن ابرم الهبه في مرض الخطير مرض الموت فهنا تتحول الى وصيه ولا وصيه لورث اذا كان الهبه تمت لاحد الورث هذا ما يمكن قوله باختصار نعم في سؤال ثاني استاذ سوريا تسال العقود العرفيه متى تكون لها حجيه العقود العرفيه تكون لها حجيه في بعض الحالات اولا بالنسبه للعقود المبرمه قبل 1 جونفي 1971، يعني اما مسجله اما عليها امضاء او ختم تاع هيئه رسميه، بلديه وغيره، يعني قبل 1 جونفي 71، فهذه العقود صحيحه في نظر القانون الجزائري. لها حجيه. لها حجيه، كذلك من حيث ثبوت التاريخ لها حجيه على الغير، تلك العقود اللي عندها احكام قضائيه حكمت بصحه العقد العرفي. هذه عندها حجيتها ايضا العقود العرفيه المحرره بين سنه 1983 و 1992 حيث كان قانون الماليه يسمح بتسجيل العقود العرفيه وكانت هذه العقود العرفيه تسجل بمصلحه التسجيل والطابع على مستوى ولايات مديريات الضرائب وتضع لها ختم بعد تحصيل الرسوم ان من اجل اثبات التاريخ والقانون المدني يقول لك تكون حجه على الغير من يوم ثبوت تاريخ تاع العقد العرفي اما بعد 92 ف نظرا لمنع تسجيل العقود العرفيه ابتداء من هذا التاريخ وخاصه بعد قرار الغرف المجتمعه للمحكمه العليا سنه 97 فلا حجيه لها الا اذا كانت مدعمه بحكم قضائي. نعم. هي سؤال ثالث وهو الاخير في هذه الفقره، سامي يقول املك عقار وبمناسبه كورونا تعذر الدخول للوطن واثناء ذلك مر المسح على عقاري وقام شخص اخر بتسجيل عقاري على اسمه كيف يمكنني استرداد عقاري النصيحه المختصره اللي نقولوها لهذا المواطن انه يتجه للقضاء ويكلف محامي نتاعو لابطال الغاء الترقيم باسم هذا الشخص اللي رقمه دون وجه حق واعاده ترقيمه باسمه بعد تقديم ما يبرر ذلك وهناك حالات كثيره في الواقع العملي مثل اختصار حالات كثيره من هذا الشخص يغيب يجي مواطن واحد اخر يسجل العقار تاعو باسمه شخص يكون عنده قطعه ارض يجي واحد بحذاه يضمها للقطعه نتاعو ويسجلها هو في غايب مو الشرط يكون في الخارج يعني قادر حتى يكون في الجزائر ومواطن يتعدى الرسم ويجي يرقم عقار تاعو قادر احد الورثه يروح يسجل العقار تاع كامل باسمه ومن بعد لما تكتشف الامور يمشي للقضاء يبطل الترقيم جزئيا او كليا والاحكام القضائيه عاده في هذا النقطه اذا أه تم تقديم المبررات الكافيه يقول لك الغاء الترقيم الم مدون باسم فلان وإعادة ترقيمه باسم صاحب الحق اللي هو فلان واضح شكرا لكم على كل هذه الشروحات اذا مشاهدينا الى الفقره التاليه ظاهره وقانون إذا في ظاهرة وقانون أستاذ بوتغرار كثير من المواطنين يشتكون من طول إجراءات المسح وتحصيل الدفتر العقاري. بداية أين الخلل؟ ملفات متراكمة ولمسح أربع سنوات ولم يأخذ دفتر عقاري. أين يكمن هذا الخلل؟ في الحقيقة أن عملية المسح هي عملية معقدة، معقدة فيها جانب تقني فني وجانب قانوني. هي عملية تحتاج إلى إمكانيات مادية وبشرية فمنذ صدور الأمر 74-75 يعني, منذ يعني هذا الأمر تاع المسح ليس جديدا منذ سنة 1975 والنصوص ثم المرسوم 76-62 مرور إلى التسعينات والظرف اللي عاشته البلاد ممكن تعطلت شوية العملية لظروف أمنية ثم بعد ذلك فيه تحرك يعني معتبر من طرف السلطات العمومية ولكن تبقى المسألة معقدة تحتاج الى امكانيه ماديه وبشريه لذلك فهي بطيئه ولا بد لها من مراحل واضح شكرا لك استاذ بوتغرار على كل هذه التفاصيل مشاهدينا لكي نرفع الجلسه بعد هذا الفاصل اهلا وسهلا استاذ علاوه مره ثانيه مرحب بك في برنامج زوم على القانون استاذ علاوه في هذا الركن وقبل ان نرفع الجلسه بودنا تعطينا كلمه للمشاهد الكريم حول القيمه القانونيه للعقد العرفي ومدى حجيته في التصرفات لا سيما التي ترد على العقار نعم هو نتكلم حاليا نحن على ابواب سنه 2000 24 اللي نتمنى يكون عام خير ان شاء الله. إن شاء الله. آه العقد العرفي في التصرفات العقاريه ما دام قلنا راه باطل من ناحيه القانون يعتبر لا يسوي وكانه لا يساوي شي. شيء وكانه لا شيء من غير المعقول المواطن يمد مئات الملايين مقابل لا شيء يعني هذا يا صاحب العقد السليم ما يمشيش لهذا الامر هذا شوفوا القوانين المعمول بها في التصرفات العقاريه البيع الهبه القسمه الى اخره هذه لازم اشترط فيها القانون الشكل الرسمي عند الموثق ما في ما يعني ليس هناك امكانيه لقبول العقد العرفي ما دام هو عدم يعني لا شيء تبقى بعض المجالات التي لا يشترط فيها القانون الشكل الرسمي مثل كايجار الايجار السكني قانون المدني نص على ان يثبت كتابه ولم يقل في الشكل الرسمي تحت طائله البطلان كاين امور واحده اخرى اللي ما فيها القانون الشكل الرسمي آه يمكن اللجوء الى إجار السكني نعم كالإيجار السكني الفرق بين الايجار السكني لما يكون في شكل عرفي فهو كوسيله اثبات مقبول قانونا لكن في حاله المطالبه بالاخلاء لابد من لجوء الى القضاء وهو كذلك الاستاذ علاوه اذا ابرام تصرفات على عقارات بموجب عقود عرفيه هو مغامره نعم. غير أكيد. يعني مضمونه العواقب شكرا نعم. جزيلا لك الاستاذ علاوه وعلى تلبيتك دعوه البرنامج لا. وعلى امل انه تشرفنا في حصص واعداد خاصه اخرى ان شاء الله ان شاء الله نستودعكم الله سادة المشاهدين على امل التواصل معكم في اعداد اخرى السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته